وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نموذج مميز داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا داخل عود آدم ومعانا السيد سالم القمزي. أهلا بك سيد سالم. أهلا وسهلا بأخونا أحمد والشباب اللي قائمين على التصوير والمونتاج بشكل عام. ربنا يخليك، مشكور. شكرا على هذه الزيارة، شرفتونا. مشكور على حسن استقبال فريقنا، وإن شاء الله نسوي مع بعض حلقة كتير مميزة. سيد سالم، عايزين قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا نعرف السادة المشاهدين أكتر عن العود وأنواعه، بما إن يعني حضرتك من الخبراء في هذا المجال، فأكتر واحد ممكن يفيدنا في هذا الموضوع. نعم، نحن وصلنا مرحلة من الخبرة أن لما نشم العود من ريحة العود ممكن يعني عندنا القدرة في تمييز البلد. البلد بتاع العود، يعني هل هذا العود هندي، هل هذا العود سيلاني، هل هذا العود أندونيسي أو ماليزي أو كمبودي، من الريحة، وبعض الأحيان من الشيب، الشكل، من شكل العود وألوان العود نقدر نستدل على البلد المنتج للعود. لكم التوفيق سيد سالم. طيب كبقى عود آدم، نرجع بقى دلوقتي لعود آدم، ايه بقى الخدمات اللي انتم بتقدموها؟ ايه الخدمات اللي انتم بتعملوها كعود آدم؟ اخي العزيز، نحن بالنسبة للخدمات ان نوفر اجود انواع العود اللي ممكن يستخدمه الانسان. نحاول بقدر الإمكان أن نحصل على جودات راقية ونظيفة وطبيعية، لأن العود له عدة أنواع ودرجات، درجات في الجودة، فدائما الإنسان يبحث عن الجودة العليا ونقاوة العود اللي يقدر يوصل إلى الريحة والروائح الطيبة اللي يستفيد منها. فالحمد لله يعني قدرنا نوصل أو نوفر جودات ممتازة من التصنيفات السينكينج اللي تسمى الأندر ووتر، وحاليا وتسمى تربل سوبر ودبل سوبر والسوبر، هذه كلها درجات للعود. التصنيف حاليا للعود هو أربع تصنيفات، يبدأ من درجة السوبر، دبل سوبر، تربل سوبر، الأندر ووتر. الأندر ووتر العود اللي بيغطس في الماء، درجة الزيت أعلى من درجة الخشب. التربل سوبر بيجي بعدي يعني في النسبة اللي أقل جودة من الأندر ووتر، والدبل سوبر أقل من التربل سوبر. ودائما في الأسواق تكون الأسعار، يبدأ بالأسعار الرخيصة من السوبر، الأغلى دبل سوبر، الأغلى تربل سوبر، والأغلى هو الأندر ووتر السينكينج كجودة عالية. فمثال هذا العود كله متشابه حاليا في الألوان، ولكن بنجرب معاكم مثلا هذه الكسرة، نجرب معاكم الكسرة هذه وهي نفس الشيء، كسرة راقية. نجرب معاكم هذه، نجرب معاكم الكسر هذه، فهذا ما غطس وهذا ما غطس وهذا ما غطس. نجرب هذه، نجرب دي، أندر ووتر. وهذه درجات العود، فكل ما يغطس العود تحت تكون الجودة في عالية، لأن نسبة الزيت أعلى من نسبة الخشب،
فتكون الرائحة جميلة وزكية أكثر عن العود اللي ما يغطس في الماء. الطريقة الثانية لاختبار العود هو عن طريق فحص نسبة الزيت على الفحم. يعني هذه كسرة عود ممكن نحطها على الفحم ونشوف نسبة الزيت اللي بيطلع منها حتى نقيم درجة أو تصنيف العود، هل هو سوبر أو دبل سوبر أو تريبل سوبر. كل ما كانت نسبة الزيت عالية على الفحم يروح التصنيف إلى الأعلى. هذا أنا أصنفه من دبل سوبر مرتفع، دبل سوبر إلى دبل سوبر مرتفع بسبب نسبة الزيت اللي متوفرة فيه. وبعد ما نشوف معاكم نسبة الزيت لو تعمل زوم بس على الأويلز اللي بيطلع على الفحم، أعتقد الكل الحين يشوف الثوران أو الزيت لما يطلع من الخشب عن طريق الفحم. الحين بنشوف معاكم نسبة الزيت أو الدهن اللي بيطلع من هذه الكسرة، بتكون واضحة لكم أن هي أعلى كتصنيف أو كدرجة من درجات العود السابقة اللي الحين شفناها معاكم. وأعتقد أن الزيت واضح معاكم، تشوفونه كيف بيطلع من الكسرة وهو على الفحم. طيب سيد سالم، هل انتم متخصصين في العود فقط ولا في برضو انواع تانية انتم بتشتغلوا فيها؟ نحن متخصصين في شقين، هو العود، خشب العود بتصنيفات معينة ودول مختلفة للعود. يعني نقدر نقول بجميع أنواع، يعني العود له كذا دولة تنتج العود، عندك العود السيلاني، عندك العود الهندي، عندك العود الأندونيسي والعود الماليزي والعود الكمبودي والعود الفيتنامي والعود اللاوسي من دولة لاوس، وحديثاً طلع العود الفلبيني من جزر الفلبين، والعود البروناي من دولة بروناي. فهذه أغلب الدول المتعارف عليها في، والعود الصيني، الصين فيها عود في بعض الجزر تمتلك العود ودرجاتها جيدة جداً الصيني. ومع ذلك عندنا الأدهان، أدهان العود والخلطات. أنا عندي بعض الخلطات الخاصة في أنا كزيوت، عبارة عن أدهان عود ونمزجها بالزيوت العربية والفرنسية، العنبر والصندل والورود والباتشولي والجوري، بعض الروائح الشرقية مزجناها مع العطور العربية الغربية. الغربية. طب أفهم بقى من كلامك ده اللي انت طالما مزجت العطور الغربية مع الروائح الشرقية سميت عود آدم عشان اسمه برضو غربي وفي نفس الوقت عربي؟ عود آدم له قصة، والقصة هذه أنا كنت زائر دولة سريلانكا، أطلع على العود وغابات العود وكذا، فحكوا لي قصة عن منطقة تسمى آدم، فسألتهم ليش هذا الاسم اسم آدم، فعندهم رواية أن سيدنا آدم أنه نزل في هذه الأرض، وهذه الأرض عبارة عن غابات وجبال، غابات شائكة وجبال. الرواية هذه من آلاف السنين متداولة في عند الشعب السيلاني أن هذه المنطقة منطقة سيدنا آدم، وتملك أجود أنواع العود السيلاني هذه المنطقة، وبجانبها أشجار الشاي وأشجار القرنفل وأشجار الرز وأشجار القهوة. فسبحان الله هذه المنطقة الله منعم عليها بموارد طبيعية غريبة جدا باستطاعة أن الإنسان يعيش فيها بدون التكنولوجيا والنفط والبترول. فشدني هذا الاسم بما أنه هو منطقة عود وغابات عود، فأنا أخذت هذا الاسم كعود آدم استدلال على منطقة آدم في السيلان. طيب السيد سالم بيطمح في ايه بعد كده؟ يعني انت من
من هذا الموضوع بتطمح توصل لي فيه؟ والله طموحي أن يوصل المنتج أو يوصل العود الجيد لأغلب الناس اللي تبحث عن العود الممتاز والعود النظيف واللي يرضي خواطرهم. طب لو تدينا نصيحة عامة كبرنامج رواد النجاح عن العود وفوائده واستخدامه، إيه الصح وإيه الغلط؟ يعني برضو كحضرتك كخبير بقى في الموضوع. فوائد العود كثيرة جدا، في بعض الدول الآسيوية تطرقت إلى علاجات جسدية، وفي بعض الدول إلى علاجات ذهنية، ولكن ممكن الستاندر أو المتعارف عليه أكثر شيء هو للاسترخاء، للعقل، للريلاكس. ممكن العود يساعد الإنسان في الاسترخاء، خاصة الجودات العالية جدا من العود، وتستخدم يعني هذه الأشياء تستخدم من الشعب الياباني والشعب الصيني والشعب التايواني وشعوب آسيا بشكل عام، بس اللي تعمق أكثر الصين واليابان وتايوان في استخدام الجودات العالية للاسترخاء. سمعنا كمان ان في ناس بتاخده كعلاجات، بتحطه في مواد علاج، لان العود في مواد زي ما حضرتك طبعا خبرتنا للاسترخاء والراحة النفسية، فده برضو حاجة كتير مهمة. في بعض الدول القدماء عندهم استخدموه في علاج المفاصل والعظام وفي علاجات المعدة، وفي علاجات كثيرة جدا على حسب كل ثقافة دولة وشو استخداماتهم القديمة للعود. لكم التوفيق سيد سالم. طيب لو بشكل مبسط كده قلت لي ايه اللي بيميزك عن باقي الناس او باقي المنافسين ليك في هذا المجال برضه اللي بيشتغلوا في العود؟ اكيد في حاجه في وراها سر. والله انا طال عمرك ما احس اني انا متميز عنهم، لان اغلب المستثمرين في العود لهم خطوط نجاحات، لهم اقتناعات معينة. عندك ميزة برضو حضرتك، عندك الأمانة، المصداقية، الحمد لله. الحمد لله كل دي برضو مميزات. الحمد لله الأمانة موجودة والمصداقية موجودة، وإعطاء الشخص نفس نوع الطلب أو الريكويرمنت اللي هو يحتاجه الحمد لله، ففيها ثقة مقابل المادة، الجودة كويسة، الجودة مقابل المادة، أسعار كويسة، والحمد لله الأسعار كويسة وفي متناول الجميع من الرخيص إلى الغالي. نحن اشتغلنا على كل الفئات. لكم التوفيق سيد سيد. طيب اكيد برضو الاستثمار وشغل العود والحاجات دي كلها ما كانتش هتتم بالشكل المميز ده غير داخل دولة الامارات. انت كحضرتك كمواطن متواجد في هذه الدولة، شايف دولة الامارات بتدعم الاستثمار فيها امن وامان، شيوخنا الله يحفظهم مقدمين كل التسهيلات لاي شخص عايز يبلش في اي موضوع. انت بقى حضرتك كواحد من مواطنين هذه البلد الكريمة، شو بيعني لك كل هذا؟ يعني لي أن الدولة بكل مؤسساتها الحكومية التي تختص في التجارة وإنشاءات الرخص التجارية والأعمال التجارية أنها مبسطة الإجراءات بشكل عام لأي شخص يرغب في الدخول في التجارة. فالدولة ما قصرت في مساعدة الأشخاص وخاصة المواطنين من ناحية تصنيف التجارة، المستثمر في مسميات طلعت جديدة للمستثمرين، صغار المستثمرين وكبار المستثمرين، والتجارة عن طريق المنازل، وفي تجارة عن طريق حاليا الكشك والعربة هذه المتنقلة اللي نلاحظها في الشوارع وكذا. ففي عدة أساليب اتخذت الدولة للاستثمار بشكل عام. الله يرحم مؤسس الدولة الشيخ زايد ويحفظ جميع شيوخ دولة الإمارات. في نهاية حلقة المميزة دي سيد سالم برضو ليك الكلمة، تتوجه برسالة شكر
لأي شخص كان داعم ليك طول فترة حياتك المهنية داخل الدولة؟ والله أنا أشكر كل شخص جرب العود من عود آدم وعجبه العود واستخدمه وشم ريحته، أشكره على تواصله معي، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنه. طيب في النهاية اللي عايز العود واللي شاف الحلقة دلوقتي اللي عايز يتواصل مع حضرتك، انتوا طريقة البحث عنكوا ازاي؟ هل متواجدين على السناب، على السوشيال ميديا، على الانستجرام، وباسم ايه؟ نحن متواصلين على انستجرام باسم عود آدم، وعود OUD.ADM، ومتواصلين على الاتصال الهاتفي الموبايل. الموبايل واتساب؟ واتساب لا مش متوفر. طريق رسائل الصفحة أو أيوة الرسائل الانستغرام الخاصة أو العلنية أو الاتصال المباشر عن طريق الموبايل. لكم التوفيق سيد سالم. في نهاية حلقتي أنا تشرفت واتبسطت جدا بهذه الحلقة الطيبة، وإن شاء الله تبقى حضرتك أسرت مشاهدينا بكثير من المعلومات الشيقة الخاصة بالعود. شكرا لك سيد سالم. العفو العفو، شكرا أخي العزيز، شكرا للحضور جميعا. شكرا لك. أعزائي المشاهدين، كنا اليوم داخل عود آدم مع السيد سالم القمزي، وهو من النماذج الناجحة داخل دولة الإمارات. وإلى اللقاء أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. دمتم في أمان الله.